الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلبة وطلبات الصف الثالث الأقسام الميكانيكية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودرس جديد من دروس مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. معانا النهاردة أهم درس في دروس مادة التخطيط وإدارة الإنتاج، وهو الدرس اللي هنراجع بيه ليلة الامتحان. النهاردة بإذن الله هنشوف أهم الأسئلة اللي موجودة عندنا، أهم الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات وبتتكرر، أهم الأسئلة اللي بتجوب كل أركان المنهج. نشوف النهاردة كده الأسئلة اللي موجودة عندنا، وحنبدأ بأول شكل من أشكال الأسئلة اللي موجودة معانا. ومعانا أول سؤال بيقول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الخطأ. لازم نخلي بالنا واحنا بنقرا الاسئله دي، بالذات اللي بيكون فيها اختياري او اللي بيكون فيها صح وغلط، لازم نخلي بالنا ان احنا نقرا السؤال كويس، علشان ممكن لفظ واحد او حرف واحد يغير مسار الاجابه. السؤال بيقول: يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد لمده سنه من تاريخ العقد الابتدائي. يعني لما يكون عندي مقاول والمقاول ده بيورد لي منتجات او اعمال او بينفذ لي اعمال بعد ما يمضي العقد الابتدائي، لازم يكون في ضمان لمدة سنة، وطبعا الاجابة دي اجابة صحيحة. طيب السؤال التاني بيقول: اذا توفى المورد او المقاول جاز للشركة فسخ العقد دون السماح للورثة باستكماله. طبعا احنا قرينا في المنهج في الجزئية بتاعت العقود ان احنا لو حصل وفاة للمقاول او المورد ان انا مش هستكمل العقد، ولكن ممكن ان انا استكمل العقد بتاعي في حالة ان الورثة عملوا توكيل لواحد منهم وبقى هو الموكل والمخول بتنفيذ الاعمال. وبالتالي اذا توفى المورد، السؤال بيقول جاز للشركة فسخ العقد دون السماح للورثة باستكماله، ويبقى هنا الإجابة خاطئة. نمرة 3: لا يجوز للجنة البت إعفاء المتعاقد مع الشركة من غرامة التأخير بناء على طلبه. لا يجوز للجنة لجنة البت إعفاء المتعاقد، لا، هي يجوز لها إنها تعفيه من غرامة التأخير إذا كان التأخير ده ما سبب ليش أضرار، أو إذا كنت أنا عرفت إن التأخير ده ما كانش المقاول او المورد هو السبب فيه، يعني كان السبب فيه حد بيورد له حاجة، او اذا كان هو ما تسببليش في مشاكل بسبب تأخيره. يبقى كلمة لا يجوز دي اتسببت في ان العبارة دي كلها تبقى عبارة خاطئة. نمرة 4: التكاليف الصناعية تشمل جميع المصروفات التي يتم انفاقها على الاعمال والانشطة الانتاجية من لحظة تلقي امر التشغيل حتى اخر مرحلة. وبالتالي الإجابة هنا إجابة إيه؟ إجابة صحيحة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. التسويق هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتسم بالتكامل من خلال فهمك للعبارة، اذكر وظائف التسويق. التسويق يا جماعة بيبقى عبارة عن مجموعة من الأنشطة الهدف منها بيع منتج معين، وبالتالي التسويق ده بيقوم على مجموعة من الأعمال، إن أنا أعمل بحث عشان أشوف هل الحاجة اللي أنا بعملها دي هتتسوق وتتباع ولا لأ، إن أنا أصمم المنتج، إن أنا أسعر المنتج، إن أنا أعمل له ترويج وإعلانات وهكذا. طب تعال نشوف كده الإجابة بتاعتنا تكون إزاي. الإجابة بتاعتنا إن التسويق هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تتسم بالتكامل والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق التبادل الفعال للمنتجات في ظل معطيات البيئة. طب وبيتضمن التسويق ده ممارسات، ايه هي الممارسات؟ نمرة 1 هي بحوث التسويق، ان انا لازم اعمل بحوث علشان اشوف الحاجة اللي انا بسوقها دي هل هتتباع، الاماكن اللي يبقى سهل انها تتباع فيها، هتبقى ذات جدوى وتدر علي ارباح ولا لا. نمرة 2 تصميم المنتجات، لازم اصمم المنتج بتاعي بحيث انه يتلاقى مع رغبة العميل ورغبة المستهلكين اللي هم محتاجين. نمرة 3 التوزيع، وده لازم يكون عندي مناطق توزيع بحيث ان انا اغطي كل المناطق وكل اركان البيئة اللي محتاجة للمنتج اللي انا بصنعه وبعمل له عملية تسويق. نمرة 4 الترويج، والترويج المقصود بيه ان انا اعمل اعلانات وان انا اعمل عملية ترويج للمنتج بحيث ان الناس تعرفه والناس تعرف مميزاته والناس تعرف برضو لو انا بعامل عليه عروض معينة.
نمرة 5 التسعير، وده معناه ان انا احط السعر المناسب بحيث انه يناسب امكانيات العميل، يناسب امكانيات المستهلك، وفي نفس الوقت يدر على المنتج اللي بينتجه ايه الارباح. نمرة 6 ادارة رجال البيع، ودول الناس اللي هينزلوا على ارض الواقع علشان يعملوا عملية البيع في الاسواق ويزودوا من عملية الشراء عليه. تعالى كده بيقول لي قارن بين سوق النقد وسوق المال. سوق النقد دي وسوق المال دي منشآت مالية، يعني جهات بتمنح ناس قروض، ولكن بتختلف. احنا عارفين ان القروض في قروض قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل، وبالتالي لازم ابقى عارف ايه الفرق ما بين سوق النقد وسوق المال. كنا بنشرحها مع بعض قبل كده وقلنا النقد ده علشان تكون بسهولة وما تتلخبطش ما بين التعريفين، كلمة النقد هنا جاية من النقود يعني الأموال القليلة، يبقى دي القروض الصغيرة. إنما سوق المال جاية من الأموال، يبقى دي بتتكلم عن القروض الكبيرة. طب تعالى كده نشوف هنقول إيه. نقول إن سوق النقد وسوق المال، سوق النقد ويضم هذا السوق مجموعة المنشآت التي تتعامل في القروض القصيرة الأجل، بتتعامل مع القروض الصغيرة اللي هي قصيرة الأجل اللي بتتسدد خلال سنة، زي بنوك الادخار وبنوك الخصم وبنوك القبول وبنوك التجارة الخارجية والبنوك التجارية بوجه عام اللي بتتعامل في الحاجات الصغيرة يعني. إنما سوق المال هو مجموعة المنشآت، ويتكون هذا السوق من مجموعة المنشآت التي تتعامل في القروض والاستثمارات طويلة الأجل، القروض اللي هتبقى كبيرة وهتتسدد على مدة طويلة. كما قد تقدم القروض بضمان العقارات لآجل متوسط وطويل مثل البنوك العقارية والتي تتولى تمويل مشروعات الإسكان. تعالى بعد كده نشوف سؤال تاني بيقول لي ما أنواع العمالة الصناعية المختلفة في المشروع الصناعي وما هي مصادر الحصول عليها؟ احنا عارفين ان العمالة اللي موجودة عندنا في المشروعات الصناعية، عندي عمال بنسميهم عمال عاديين، والعمال العاديين دول اللي احنا بنوكل اليهم الاعمال العضلية. كلمة عمالة بوجه عام يعني الناس اللي شغالة جوه المشروع، يبقى العمالة في المشروع الصناعي هم الأفراد العاملين في مجال الإنتاج. وأنواع العمالة عمال عاديين، عمال عاديين يعني إيه؟ يعني العمال اللي بتوكل إليهم الأعمال العضلية، يعني عايزين نشيل حاجة، عايزين نكسر حاجة، عايزين نحرك حاجة من مكانها، عايزين ننقل حاجة لمخازن وهكذا، يبقى دول اسمهم عمال عاديين اللي هم عمال المناولة. بعد كده عندي عمال اسمهم فنيين عاديين، فنيين عاديين اللي هم المساعدين اللي بيساعدوا الفنيين اللي واقفين في عمليات الإنتاج. بعد كده عندي عمال فنيين مهرة، ودول العمال اللي شغالين في مجال الإنتاج ومجال التصنيع علشان نصنع المنتجات اللي احنا عايزينها. طب آخر نوع من العمالة اسمه إيه؟ اسمه عمال فنيين ذو مهارات خاصة. والعمال الفنيين ذو المهارات الخاصة دول العمال اللي بيعملوا عمليات التفتيش على المنتجات اللي بيصنعها العمال الفنيين المهرة، وفي نفس الوقت برضو هم الناس اللي بتعمل عمليات الصيانة للآلات والمعدات لو حصل فيها أي عمليات تلف ومحتاجة لعملية صيانة. يبقى أنواع العمالة عمال عاديين، عمال فنيين عاديين، عمال فنيين مهرة، عمال فنيين ذو مهارات خاصة. طب مصادر الحصول على العمالة بقى، أنا بجيب عمالة منين؟ أيوه، عن طريق العاملين الذين يعملون بنفس التخصص المطلوب. لو عندي عمال شغالين موجودين عندي ببدأ أسألهم على عمال يجوا يشتغلوا معاهم. نمرة 2 عن طريق الاتصال بمن كانوا يعملون من قبل في هذا المجال. لو كان عندي ناس شغالة مثلا وطلعت على المعاش، أو الناس كانت شغالة ولأي سبب من الأسباب خلاص أنهي عملهم في المكان، وبالتالي هبدأ أسأل الناس اللي كانت شغالة معانا. نمرة 3 عن طريق الإعلان في الصحف والمجلات. وطبعا لما بعمل كده إعلان في الصحف والمجلات ببدأ أستقطب الناس اللي أنا عايزهم يجوا يشتغلوا معايا في المشروع بتاعي. نمرة 4 عن طريق الاتصال بالنقابات المهنية. النقابات دي متسجل فيها ناس بعضويات، وببدأ أسأل عن التخصصات اللي أنا محتاجها. نمرة 5 عن طريق الاتصال بالمدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب عشان نشوف الخريجين من تلك المدارس علشان نجيبهم يشتغلوا معانا. نمرة 6 عن طريق الاتصال بمكاتب التوظيف والقوى العاملة الحكومية.
ونمرة 7 عن طريق الاتصال بالمتقاعدين والخارجين على الخدمة علشان نشوف الناس دي ممكن يكون حد منهم يعرف حد يجي يشتغل. يبقى أنا دي كده المصادر بتاعت الحصول على العمالة، أهم تلك المصادر وهي الإعلانات بالصحف والمجلات، عن طريق برضو المدارس الفنية ومراكز التدريب والمعاهد الفنية، والاتصال بالنقابات والموظفين الحاليين والموظفين السابقين. تعال نشوف مع بعض كده سؤال تاني، ما هي العوامل التي تحدد اختيار الآلات والمعدات؟ يعني أنا دلوقتي محتاج أجيب آلات ومعدات أشغلها عندي في المصنع، طب إيه هي العوامل اللي هتحكمها؟ العوامل دي نمرة 1 التطور والتقدم التكنولوجي. أنا عايز أجيب ماكينات معينة، يبقى لازم أشوف الماكينات دي آخر تطور وصلت له شكلها إيه، بحيث إن أنا لما أشتري ملاقيش نفسي إن أنا شاري مكن قديم والمكن ده مش هيساعدني في الإنتاج بجودة أو إن يكون يعمل لي كميات بجودة مناسبة. نمرة 2 درجة مهارة وتواجد العاملين المناسبة. أنا دلوقتي عندي عاملين، العاملين اللي عندي مثلا مهر، أو العاملين اللي عندي دول مهاراتهم عالية، مش هجيب لهم مكن قديم، ومش هجيب مكن قديم لناس مهاراتها عالية، ومش هجيب مكن جديد لناس مهاراتها قليلة. نمرة 3 اقتصاديات عملية الإنتاج، هل الإنتاج بتاعي بيتكلف كتير ولا قليل، وبالتالي هشتري له مكنة بنفس الثمن اللي يوازيها. الطلب على المنتج، لو المنتج الطلب عليه كبير وبالتالي انا هجيب مكان يطلع لي كميات كبيرة، والمكان اللي هيطلع كميات كبيرة اكيد متطور وحديث. نمرة 5 مساحة الارض، هل المكان عندي في المشروع هيكفي الماكينات دي ولا لا. ونمرة 6 امكانية المنافسة، ونمرة 7 قيمة رأس المال المستخدم. تعال نشوف بعد كده ما هي اهداف ومسؤوليات ادارة المشتريات. هي إدارة المشتريات بتقدر تعمل إيه داخل المصنع؟ نمرة 1 بتحافظ على تموين المنشأة بما يلزمها من مواد ومهمات. إدارة المشتريات لازم تشوف المنشأة محتاجة إيه من مواد ومهمات، زي مواد خام أو إذا كانت قطع غيار لبعض الماكينات، بحيث إنها ما تقلش عن منسوب معين والعمل يقف بسببها. نمرة 2 تخفيض رأس المال المستثمر في المواد، يعني ما أدور على الحاجة اللي هتكون مواصفاتها كبيرة جدا وفي نفس الوقت هتكون تكلفتها قليلة. نمرة 3 منع تكرار ما يؤدي إلى تراكم الأصناف، دايما يبقى عندي سجل أنا عندي أصناف قد إيه، خرجت منها إيه وباقي منها إيه، وبالتالي لما أجيب أصناف جديدة ما تبقاش فيها تكرار وزيادة غير لازمة. نمرة 4 المحافظة على مستوى الجودة الذي يناسب عمليات المنشأة. ونمرة 5 شراء مستلزمات المنشأة من مواد ومهمات بأقل تكلفة، بس طبعا لازم أكون براعي الجودة. نمرة 6 المحافظة على المركز التنافسي للمنشأة بالنسبة لغيرها، وفي نفس الوقت يبقى أنا بحافظ على المركز ده عن طريق إن أنا بجيب أحسن حاجة بجودة عالية، وفي نفس الوقت أقدر أحقق أرباح بحيث إن الحاجات اللي أنا بشتريها ما تكونش بتخسرني. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول ما هي عناصر المشروع الصناعي؟ المشروع الصناعي بيقوم على ايه؟ اكيد بيقوم على الارض، وبيقوم على العمالة، وبيقوم على رأس المال، وبيقوم على الخامات والآلات والبنية التحتية. طب تعال نشوف كده مع بعض. نمرة 1 رأس المال. نمرة 2 اسواق الائتمان اللي هتديني قروض لو احتجت، علشان رأس المال الخاص مش مكفيني. نمرة 3 الارض اللي هبني عليها المشروع. انا بقول عناصر المشروع، يعني المشروع ده هيبنى على ايه؟ على رأس مال وعلى اسواق ائتمان اللي هتديني قروض. ونمرة 3 على الارض، ونمرة 4 على العمالة. رأس مال، ورأس المال ده ممكن يكون رأس مال خاص او رأس مال بالمديونية من طريق عن طريق اسواق الائتمان. نمرة 3 الارض، نمرة 4 العمالة، نمرة 5 المواد الخام، نمرة 6 المعدات والآلات، ونمرة 7 البنية التحتية. بص كده على كل الحاجات دي من 1 لـ7، هتلاقي ان دي كلها امور بيبنى عليها المشروع، لازم يتبنى على فلوس، يبقى من رأس مال واسواق ائتمان. لازم يكون عندي ارض ابنى عليها المشروع، لازم يكون عندي عمالة بتشتغل في المشروع، لازم يكون عندي مواد خام بستخدمها في عملية التصنيع، والات بتصنع المواد الخام دي، ويكون عندي بنية تحتية عشان تساعدني في العمل في المشروع. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي في السؤال اللي بعد كده، الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي إحدى المشروعات الاقتصادية، تكلم عنها واذكر مميزاتها وعيوبها. شركات المسؤولية المحدودة يعني شركات صغيرة
عشان كده بنقول ان شركات المسؤولية المحدودة بيتكون من شريكين او اكتر، ممكن توصل لخمسين شريك، بس رأس المال بيقسم الى حصص متساوية وبيدير الشركة شريك او اكثر من بين الشركاء. انا عندي 50 فرد او عندي 2 من الافراد او عندي 5 من الافراد او 10 من الافراد، بقول ان الشركة مثلا بتاعتي رأس مالها 100,000 جنيه، يبقوا دول 10 افراد، يبقى كل فرد 10,000 جنيه، ونبدأ ناخد من 10 افراد دول فرد او 2 او 3، يبقوا هم اللي بيعملوا ادارة للشركة، بيعملوا ايه، بيديروا الشركة من نفس الافراد، ما بنجيبش نفس الناس من بره عشان الشركة اصلا صغيرة، اسمها المسؤولية المحدودة. طب تعال نشوف المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة دي، تعال نشوف مميزاتها وعيوبها ايه. من مميزاتها سهولة اجراء التكوين، لان احنا افراد مع بعض بنكونها. نمرة 2، مسؤولية جميع الشركاء محدودة بقدر حصة كل منهم، واحد دفع سهم ب10,000 جنيه، واحد دفع ب5، يبقى اكيد الاسهم بتاعته اكبر برأس مال اكبر، اكيد ده هتبقى تحكماته في الشركة وحصته في الشركة هتكون اكبر. نمرة 3، قصر الاشتراك على الاشخاص الطبيعيين دون المعنويين، يعني كل واحد بيدفع جزء من رأس المال هو اللي بيقدر يشترك داخل المنشأة. طب تعال نشوف عيوبها ايه. عيوبها نمرة 1، لا تستطيع تلك الشركة او تلك الشركات اللي هي المسؤولية المحدودة عرض رأس مالها للاكتتاب العام. ليه؟ لانها صغيرة مش هنقدر ندخل فيها شركاء كتير او ناس باسهم كتير. نمرة 2، لا يكون نشاطها في اعمال البنوك والتأمين والادخار، هي نشاطها مش نشاط مالي، هي من نشاطها نشاط اقتصادي انتاجي. تعال نشوف السؤال، بيقول لي عرف الضمان ثم اذكر انواعه. يعني ايه ضمان؟ الضمان ده زي انت ما بتروح تيجي تشتري منتج زي تلاجة او غسالة او والشركة بتديك ضمان ان الحاجة دي سليمة، وبالتالي بيديك ثقة فيها. يبقى كلمة الضمان هو عبارة عن التزام من جانب البائع يتعهد بموجبه باستبدال السلعة او اصلاحها مجانا اذا ما ظهر بها عيوب فنية. يعني الضمان ان انا بضمن لك السلعة اللي موجودة معاك، لو ظهر فيها اي عيوب فانا بستبدلها لك او بصلحها. طب انواع الضمان ايه؟ في ضمان بنسميه الضمان الصريح، وفي ضمان بنسميه الضمان الفعلي. طب تعال نشوف كده انواع الضمان. نمرة 1، الضمان الصريح، وده هو التزام من البائع قبل المشتري بخصوص جودة السلعة وخصائصها. بس خلي بالك عشان كلمة صريح دي يكون اما كتابيا او شفويا. كلمة ضمان صريح خلي بالك عشان بتيجي في المقارنات في الامتحانات. كلمة خصائص ان انا بضمنها لك، وان انا بقول لك انها بجودة، بس بقول الكلام ده كتابيا او شفويا، يعني في حاجة صريحة اهي. انما الضمان الفعلي ان انت لما تكون محتاج الشركة انها تصلح لك حاجة في المنتج اللي انت خدته تلاقيها موجودة. يعني هو ده دلوقتي بقى مش هيكون مكتوب، وهو التزام من البائع قبل المشتري بخصوص جودة السلعة وادائها دون وجود التزام مكتوب. يبقى ساعة ما تلاقي ان في التزام مكتوب يبقى ده اسمه ضمان صريح، انما مش لازم يكون مكتوب، يبقى ده اسمه ضمان فعلي. انت لما بتحتاج الشركة بتلاقيها في الوقت اللي انت عاوزها. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، اذكر معنى الجودة ثم اذكر ما هي اسس الجودة. كلمة جودة، انت لما بتيجي تشتري اي حاجة فبتسأل زمايلك واصحابك وقرايبك، بتقول لهم انا عايز اشتري حاجة معينة، تليفون، عايز اشتري تلفزيون، عايز اشتري لابتوب، فانت بيقول لك اشتري النوع الفلاني علشان ده بجودة عالية. طب وانت دلوقتي كلمة جودة معناها ايه؟ كلمة جودة معناها الثقة بتاعت الناس ان انا المنتج ده حاز على رضاء العملاء. يبقى الجودة معناها هي رضا العميل عن الحاجة. يبقى انا دلوقتي لو عرفت معنى الجودة هقول ان الجودة هي مقياس نسبي وتتحقق بقبول العملاء والمستهلكين للمنتج. العملاء والمستهلكين بقوا قابلين المنتج او الخدمة، وتعرف بانها درجة توافق المنتج للمواصفات التي تحقق احتياجات ومتطلبات العملاء. العملاء راضيين، يبقى ده المنتج ده معمول بجودة. طب ايه هي اسس الجودة؟ نمرة 1، لازم ابقى عامل مراقبة جودة على مجموعة الانشطة الادارية والفنية، ابقى عامل مراقبة على المكاتب الادارية عندي، وابقى عامل مراقبة جودة على الاماكن اللي بتصنع
الحاجات اللي هي بتعتبر فنية والواجب اتباعها لتحقيق أهداف الجودة. مثل عشان أحقق أهداف الجودة أعمل إيه؟ أقول نمرة واحد أراقب التصميمات الجديدة عشان أواكب كل جديد. نمرة اتنين مراقبة المواد والموارد، الحاجات المواد والموارد اللي أنا بدخلها عشان أصنعها لازم أراقبها جدا، لأن لو كانت بجودة عالية أكيد هتكون المنتج اللي خارج من عندي كمان بجودة عالية. نمرة تلاتة مراقبة المواد تحت التشغيل، أشوف الناس وهي بتشتغل المواد دي وهي شغالة هل بتتلف أثناء التشغيل ولا بتطلع في النهاية بجودة عالية في إيه؟ في ظهورها كمنتج نهائي. نمرة أربعة مراقبة جودة المنتج، المنتج اللي طالع في الآخر شكله إيه؟ مراقبة جودة التطوير، ما أنا لازم أعمل تطوير كل شوية. طب شوف السؤال اللي بعده، ما هي الحالات التي تستوجب فسخ العقد؟ أنا عامل عقد مع مورد دلوقتي والمورد ده بيورد لي حاجات أو بيصنع لي حاجات أو بيجيب لي حاجات، طب أفسخ العقد إمتى؟ لو حصل غش، لو قدم رشوة، تمام؟ لو أفلس أو أعصر أو زمات. بس زمات، أيوة برافو عليك وسامعكوا كلكم، أنتوا بتقولوا إحنا شفناها في سؤال قبل كده، زمات يبقى واحد من الورثة يتعمل له توكيل وهو اللي يقوم بعملية الشراء. يبقى نمرة واحد إذا استعمل المتعاقد الغش والتلاعب في معاملته مع الشركة، إذا كان في تلاعب في المعاملة مع الشركة. نمرة اتنين إذا ثبت أن المتعاقد مع الشركة قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد العاملين بالشركة، يبقى لو حصل فيه رشوة يبقى في الحالة دي على طول هنلغي العقد. نمرة جيم نمرة ثلاثة إذا أفلس أو أعصر، لو بان إن هو فلس ومش هيقدر إن هو يستكمل أعماله يبقى أنا بلغي كمان العقد. نمرة دال وفاة المتعاقد معه، بس وفاة المتعاقد معه تلغي العقد على طول؟ لا، لو الإيه إذا توفى المورد أو المقاول جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لها مطالبات قبله أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة. يبقى أنا دلوقتي العقد ده أنا بفسخه إمتى؟ أنا بفسخ العقد لو كان فيه غش وتلاعب، إذا ثبت إن المورد ده أو حد تبعه من شركته أو قرايبه قدم رشوة لأحد العاملين، إذا أفلس أو أعصر، وفي حالة الوفاة بيتم فسخ العقد، انما لو الورثه قدموا توكيل لاحد منهم بنستكمل العقد. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي اكمل العبارات الاتيه. بيقول لي المناقصه العامه هي نقط بقصد الوصول الى نقط. المناقصه العامه هي الاجراءات المحدده بقصد الوصول الى الوصول الى ايه؟ اصلح عطاء. المناقصه دي عباره عن عطاءات بعمل عنها اعلان ويتم الاعلان عنها، ايوه، داخليا وخارجيا جوه البلد وبراها، يبقى محليا وايه ودوليا بهدف ايه؟ توسيع نطاق المتقدمين. يبقى المناقصه دي عباره عن اجراءات محدده بقصد الوصول الى اصلح عطاء محليا ودوليا، انا بعمل الاعلان محليا جوه البلد ودوليا خارجها. ليه؟ عشان اوسع نطاق المتقدمين. بيقول ايه وايه وايه من العوامل التي يتوقف عليها اساس الائتمان؟ الائتمان يعني انا واحد جاي ياخد مني قرض، فانا لازم يكون عندي حاجات تقول ان الراجل ده هيسدد القرض. يبقى نمره واحد خصائص الفرد، الراجل ده سمعته شكلها ايه. نمره اتنين مقدار ما يمتلكه الفرد، الراجل ده عنده اصول زي بيوت وشركات وسيارات وحاجات، يبقى ديت مقدار ما يمتلكه الفرد. نمرة ثلاثة قدرة الفرد في الحصول على دخل، يعني هو أصلا بيشتغل وعنده إيه؟ وعنده دخل. يبقى المناقصة هي الإجراءات المحددة بقصد الوصول الأصل عطاء بيتم الإعلان عنها محليا ودوليا. ليه؟ علشان أوسع نطاق المتقدمين. عندي العوامل اللي بتوقف عليها أساس الائتمان، خصائص الفرد ومقدار ما يمتلكه الفرد من طبعا ممتلكات، وقدرة الفرد في الحصول على دخل. طب تعالى بعد كده نقول لدراسة السوق أهمية كبيرة، اذكرها وما هي مراحلها. أنا دلوقتي لما أجي أدرس السوق، أنا بدرس السوق ليه؟ أكيد أنا بدرس السوق علشان أشوف المنتج اللي أنا هطلعه أو هبيعه هيبقى له جدوى في السوق ولا لأ. يبقى دراسة السوق، التسويق هو عملية دراسة الأسواق لتحديد مواصفات المنتجات
او الخدمات المطلوبة بكمياتها بصفة تقديرية عشان اشوف انا عايز انتج قد ايه، كتير ولا قليل. ومن اهميتها العمل على ترشيد اتخاذ القرارات التسويقية، ويركز على انشطة متكاملة متتالية. هي ايه بقى؟ هي مراحل التسويق. المرحلة الاولى وهي مرحلة ما قبل الانتاج، ان انا اعمل دراسة للسوق. نمرة 2 المرحلة التانية وهي مرحلة اثناء الانتاج، يبقى في قبل الانتاج وفي اثناء الانتاج، وهي عملية تمهيد الاسواق. نمرة 3 المرحلة التالتة وهي مرحلة ما بعد الانتاج، اللي هي عملية البيع والتوزيع. والمرحلة الرابعة هي مرحلة ما بعد البيع، اللي هي الضمانات بقى وعمليات ما بعد البيع والصيانة وهكذا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال بيقول: ما هي العوامل المؤثرة في مراقبة الجودة؟ مراقبة الجودة بتتأثر بإيه؟ أيوه، نمرة 1 بتتأثر بالأسواق، فالجودة بتتبع أساسا من السوق، يعني رضا العملاء يبقى لازم يبان في السوق. فنقول كده إن من العوامل اللي بتأثر على مراقبة الجودة الأسواق، فهنقول إن الجودة بتتبع أساسا من السوق ممثلا للعملاء، السوق ده يعني عملاء، واحتياجاتهم ومتطلباتهم من المنتجات والسلع. نمرة 2 القوة البشرية، كلما زادت مهارات العاملين وخبراتهم ووعيهم أكيد الجودة هتبقى عالية، يبقى الأفراد دول العاملين بخبراتهم هيساهموا في الجودة وفي بنائها. نمرة 3 الآلات والمعدات، أكيد أنا لو جايب معدات جديدة ومعدات حديثة ومعدات متطورة أكيد هتزود في الجودة، يبقى كلما زادت صلاحية الآلة والمعداتها وقدرتها على أداء عمليات التشغيل وفق المواصفات والخصائص المطلوبة. نمرة 4 المواد، الخامات اللي أنا بجيبها، أكيد كل واحد مننا لما بيجي يصنع حاجة أو يعمل حاجة أكيد بيبص على الخامات اللي موجودة أو المواد اللي بيدخلها في عملية التصنيع، وبكون الخامات والمواد دي بيتأكد إذا كانت بجودة عالية ولا لا، لأنها هتأثر على جودة المنتج. يبقى كلما زادت مستويات جودة المواد الواردة واستقرت عند مستوى الجودة المقبولة كلما قلت جهود الفحص. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، أو نكمل من العوامل برضو رأس المال، إن التكاليف المنصرفة على تحسين وتطوير جودة المنتجات بتفوق إجمالي التكاليف. نمرة 6 الإدارة، كلما زاد وعي الإدارة بأهمية الجودة كلما قلت أعباء مراقبة الجودة. طرق العمل، كلما كانت طرق العمل سليمة واضحة ومحددة بتعليمات التشغيل أمكن العاملين بتفهمها. بيقول لي: عرف المشروعات المغذية مع ذكر أمثلة لها. أكيد المشروعات المغذية دي مشروعات صغيرة بتغذي المشروعات الكبيرة عشان تسهل عليها. مثال مثلا مصانع الأساس اللي بتصنع ترابيزات وكراسي ودواليب، أكيد المصانع دي ما بتصنعش مسامير وبتصنع غيرها اللي بتلزق بيه، وبالتالي يبقى في حد مصانع صغيرة بتصنع المسامير والحاجات دي. طبعا المصانع زي المصانع بتاعة الأدوية، مصانع الأدوية ما بتصنعش المادة الكيماوية، ما بتصنعش العبوات، هي بتاخد المواد الكيماوية وتخلطها بنسب معينة علشان تطلع مادة فعالة، وبالتالي يبقى المصانع اللي بتصنع العبوات والمواد الكيماوية دي اللي بتديها بعد كده المصانع الأدوية. في مصانع السيارات، مصانع السيارات ما بتصنعش أسلاك، ما بتصنعش كاوتش، ما بتصنعش إزاز، يبقى المصانع اللي بتصنع الإزاز والكاوتش والكابلات والفرش دي مصانع بنسميها مشروعات مغذية بتغذي المشروعات الكبيرة. طب تعالى كده نعرف يعني ايه مشروعات مغذية. هي منشآت اخرى متخصصة تقوم بتصنيع مكونات او اجزاء قياسية، مكونات تانية صغيرة، او مكونات نصف مشغلة، ثم يقوم المشروع الصناعي بتصنيع باقي المنتجات. طب امثلة لها: في المياه الغازية، او في صناعة السيارات، او في الصناعات الدوائية. في المياه الغازية أنا عندي بيقوم المشروع بالحصول على المواد السكرية، الحاجات بتاعة التحلية، السكر وثاني أكسيد الكربون اللي هو الصودا، تمام، من منشآت متخصصة ثم يخلطها ويكون عنده السر بتاع الصنعة وسر الخلطة. طب في صناعة السيارات بيقوم المشروع بالحصول على كل الأجزاء البلاستيكية والمطاط والزجاج والأدوات الكهربائية والإلكترونية والكراسي والفرش. يبقى في مشروعات مغذية بتصنع الحاجات الصغيرة دي بتاعة الفرش والمطاط والزجاج والأدوات الكهربية وبتوردها لمصنع السيارات. في الصناعات الدوائية بيقوم المشروع بخلط مكونات مصنعة لدى الغير، يعني هو في مصانع بتصنع مواد كيماوية وبيديها لشركات الأدوية
علشان هي تعمل الخلطة بتاعتها او السر بتاعها اللي واخدة عليه التوكيل ده وتبدأ تعمل لنا الأدوية. طب تعالى نشوف سؤال تاني، اذكر عناصر المقايسة. المقايسة دي اللي هي تمن خام وأجور عمال ومصاريف غير مباشرة وأرباح، بس لما نربطهم ببعض هلاقي ان تمن الخام واجور عمال بيديني تكاليف اوليه. التكاليف الاوليه دي بعد ما بجمع عليها المصاريف غير المباشره بيديني تكاليف نهائيه اللي هي تكاليف الانتاج. تكاليف الانتاج لما احط عليها الارباح تديني سعر البيع. تعال نشوف المخطط ده مهم جدا علشان ممكن يتسال فيه او يجيني فيه سؤال من الاسئله المهمه في الامتحانات. بيقول لك تمن الخام، عناصر المقايسه اول حاجه تمن الايه؟ تمن الخام. احط معاها اجور العمال ومعاها مصاريف غير مباشره ومعاها ارباح. انا لو هنا جمعت ثمن الخام واجور العمال بيديني حاجه اسمها تكاليف اوليه، يبقى مجموع ثمن الخام واجور العمال اسمه التكاليف الايه؟ الاوليه. طب التكاليف الاوليه لما اجمع معاها المصاريف غير المباشره تديني التكاليف الانتاج اللي احنا بنقول عليها التكاليف النهائيه. لو جمعت التكاليف النهائيه مع الارباح هتديني سعر البيع. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عندي الثمن الخام واجور العمال ومصاريف الغير مباشره والارباح دي اللي مثلت بالنسبه لي كل التكاليف اللي دخلت عشان اجيب سعر الايه؟ سعر البيع. ما هي شروط المزايده؟ انا لما اجي اعمل مزايده، المزايده دي دلوقتي شروطها ايه؟ نمره واحد في شروط المزايده، يجب ان يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزاد مبلغا معينا بنسميه مبلغ التأمين، بيقدره رئيس المصلحة حسب أهمية الصفقات. لو الصفقة كبيرة يخلي التأمين كبير، لو الصفقة قليلة يخلي التأمين صغير، وبعد كده بيدفعه بموجب إيصال مؤقت موقع عليه من المستلم، وبنكمله 20% من ثمن الصفقة بمجرد ما ترسي عليه. يعني أنا تقدمت فبدفع جزء اسمه التأمين، وبعد كده لو رسي عليا انا دونا عن الناس كلها بكمل على التأمين ده، بحيث ان يبقى المبلغ اجمالي اللي انا دفعته في التأمين والمبلغ اللي انا دفعته بعد رسو المزاد عليا بيساوي 20% من ثمن الصفقة. نمرة 2، اذا تأخر من رسى عليه المزاد في دفع باقي الثمن اللي هم المبلغ الزيادة اللي بيكمل بيه 20% مضاف اليه رسم الدلالة في ظرف اسبوع من تاريخ رسو المزاد فيصادر التأمين. نشيل التأمين، ناخد التأمين خلاص، يبقى ضاع عليه ويبقى هو مش هيشتغل معانا او مش هيورد لنا المزايدة. نمرة 3، اذا تأخر في تسليم الاصناف المبيعة عن الموعد المذكور برضو بصادر، ولكن بيحصل منه رسم ارضية بواقع 1%، يعني بخصم من التأمين اللي دفعه ده 1% رسم ارضية عن كل اسبوع. اذكر الهدف من المخازن مع ذكر انواع المخازن الحكومية. هو الهدف من المخزن ايه؟ ان انا اوفر الجو الملائم والمناسب للخامات والمنتجات وقطع الغيار اللي هتخش عندي. الخامات اللي انا هشتغل بيها واطلع بيها منتجات، وهاوي كمان الجو المناسب للمنتجات اللي خارجه عندي، وفي نفس الوقت هيئ الجو المناسب والملائم لحفظ قطع الغيار اللي انا هستخدمها في عمليات الصيانه. يبقى الهدف من المخازن هو تهيئه الظروف المناسبه لتخزين المواد والادوات والمهمات والاصناف والمحافظه عليها من جميع العوامل المؤثره في خصائصها. طيب يعني انا هستقبل الخامات وهفحصها. نمره 2، هوفر التخزين السليم لكل نوع لوحده. نمره 3، حصر في الخامات ومراقبتها. نمره 4، استقبال المنتجات واعدادها للشحن، لان المنتجات دي بتيجي من جوه المصنع تتخزن في المخزن وبعد كده تبدا تخرج لعمليات الشحن علشان تتباع. طب ده كده انا عرفت الهدف من المخازن. انواع المخازن ايه؟ ايوه، انواع المخازن نمره 1، المخزن الرئيسي اللي هو المخزن العمومي، وده بيهيئ الظروف المناسبه لتخزين المواد والمهمات والاصناف والمحافظه عليها من جميع العوامل المؤثره في خصائصها لاطول مده ممكنه. يعني العمومي ده هيستخدم للحاجات اللي واخده مده طويله. المخزن الاقليمي هو الذي ينشا لخدمه الجهات والمناطق المحيطه. بعد كده المخزن الفرعي، وده المخزن اللي بيمون اصناف ترد من المخزن الاقليمي. يعني بمعنى اصح التلات انواع من المخازن، مخزن رئيسي ومخزن اقليمي ومخزن عمومي، لما بيكون عندنا شركه مثلا والشركه دي مقرها في العاصمه بتاعه البلد،
بيبقى ده المخزن العمومي اللي موجود عند الشركة في عاصمة البلد. المخزن الإقليمي اللي بيبقى موجود في المحافظات يبقى ده اسمه مخزن إقليمي، بياخد من المخزن العمومي اللي هو المخزن الرئيسي، وبعد كده بيورد لمخازن صغيرة تانية اسمها المخازن الفرعية. المخازن الفرعية كل محافظة فيها شوية مراكز، وبالتالي بيبقى عندي تسلسل في المخازن. بكده يا ولاد أبقى وصلت معاكم لنهاية مراجعتنا، وأبقى خدت كل جوانب المنهج اللي موجود معانا، وربنا يوفقكم إن شاء الله. وعايزكم بس تهتموا كويس بقراءة السؤال. انت وانت بتذاكر ليلة الامتحان لازم تقرأ كل الكلمات اللي موجودة بعناية، لان ممكن لفظ واحد يغير المعنى في ورقة الاسئلة، وبالتالي انت ما تكونش فاهمه. لازم تقرأ كل حاجة بعناية وانت بتذاكر، وتقراها برضو بعناية وانت بتقرأ ورقة الاسئلة، علشان تحط مكان السؤال الاجابة النموذجية. مع اطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح.